مرحبا يا أحبائي، كيف حالكم؟ اليوم سوف نبدأ درسا جديدا من المحور الثالث بعنوان نخوة لبنانية. تابعوا معي. في نهاية هذا الفيديو يصبح المتعلم قادرا على أن يقرأ صورة ويحدد محتواها ويجيب عن أسئلة حولها متوقعا مضمون الدرس. يحاكي طريقة المعلمة النموذجية في القراءة مراعياً علامات الوقف ومخارج الحروف. يفهم النص فهماً مفصلاً ويجيب عن أسئلة حوله. يغني مخزونه اللغوي بالمفردات والتعابير. والآن يا أحبائي، لابد أن أذكركم ببعض الإرشادات والتعليمات التي يجب الالتزام بها. نجلس في مكان هادئ، نلاحظ الصور جيداً لقراءتها والتعبير عنها بلغة صحيحة، نصغي جيداً إلى شرح المعلمة للإجابة عن أسئلة في فهم النص. تأملوا معي هذه الصور. ماذا ترون في الصورة الأولى؟ نرى فتاة تجر عربة جدتها العجوز. أحسنتم. وماذا نرى في الصورة الثانية؟ نرى فتاة تجر امرأة عجوزة وتساعدها على قطع الشارع كي لا تدهسها السيارات. وفي الصورة الثالثة نرى صبياً وقع عن دراجته وبدأ بالبكاء فهب صديقه لمساعدته. وفي الصورة الرابعة نرى فتاة تحاول أن تساعد رجلاً على النهوض لأنه وقع. فإذاً ما هي الميزة التي تجمع بين تصرفات الشخصيات في هذه الصور؟ الميزة التي تجمع بين تصرفاتهم هي النخوة، والنخوة هي شعور إنساني جميل يعبر فيه الإنسان عن عاطفته حيال أخيه الإنسان، فلا يسعه أن يقف مكتوف اليدين حين يرى أحداً يطلب النجدة أو المساعدة، بل يهب بكل ما أوتي من إمكانات لمساعدته وإسداء خدمة تعود عليه بالخير دون انتظار مقابل. ماذا نسمي العمل الذي قاموا به؟ يمكننا أن نسميه تقديم المساعدة، العمل الإنسانية أو النخوة. تأملوا معي صورة الدرس. ماذا نرى في هذه الصورة؟ نرى سيارة متوقفة ونرى رجلاً يسير باتجاهها. أيمكنكم تحديد الزمان في الصورة؟ نعم، إنه المساء، لأن الرجل يحمل مصباحاً بيده ولأن مصابيح السيارة مضاءة. ما الذي حدث للسيارة وما هو السبب؟ لقد توقفت السيارة عن السير. لماذا؟ بسبب الوحول، لأنها غرقت في الوحول. برأيكم لماذا يتوجه الرجل ناحية السيارة؟ إنه يتوجه إلى السيارة لكي يقدم المساعدة للركاب. نفتح كتاب القراءة على الصفحة 52. سنقرأ معا المقطع المشار إليه باللون الأحمر. نخوة لبنانية. تحت القلعة التاريخية، قلعة نيحة، مزرعة صغيرة معروفة باسم جبلي، زجت سيارتنا عندها في منزلق من الوحول، وكنا عائدين من جزين إلى بيروت، والوقت مغيب والظلمة تغالب النور، وأستارها تتوالى حالكة تزيد في حيرة السائق للإفلات من الوحول اللزجة. وكان كلما أمعن في دفع المحرك ازدادت العجلات التزاماً بالتربة وسرعان ما كان ينطفئ. وأطللنا من شفا الطريق على منزل غير بعيد فيه مدخنة تتنفس ملء المتسع، ونادينا فانتفض رجل مهيب الطلعة وقور المشيب هرول إلينا وبيده فانوس يلتمع ضوءه ويشحب بلفحات الريح، وإذ وصل إلينا حيانا يا ميت هلا شرفو. وفي اعتذار الشاكر سألناه
هل من سيارة أو هاتف لنعود إلى جزينة ونؤمن غداً ما يرفع السيارة الغارقة هذه؟ أجاب: ولم ننتظر الغد لنقوم بما يمكن أن نتمه الآن؟ والآن قاموس الدرس. زجت سيارتنا في منزلق من الوحول، أي أن السيارة عندما وصلت إلى الوحول غرقت عجلاتها ولم تعد تتمكن من المسير، فإذا زجت يعني غرقت، منزلق أي منحدر. والوقت مغيب والظلمة تغالب النور. الوقت مغيب، المغيب أي هذه الفترة التي تفصل النهار عن الليل، حيث لا يكون الجو مضاء بالكامل ولا مظلما بالكامل، أي هو بين بين، يعني أن الظلمة تغالب النور أي تصارعه، فإذا تغالب تصارع. وأستارها تتوالى حالكة تزيد في حيرة السائق للإفلات من الوحول اللزجة، أي كلما مر الوقت بدأ السواد يغزو المكان. الأستار الحالكة يعني أي بدأ الجو يظلم أكثر، مما يزيد في حيرة السائق للإفلات من الوحول اللزجة، أي أن الوحول رطبة ولينة وتعلق بعجلات السيارة، فلا تتمكن السيارة من المتابعة، فإذا حالكة أي شديدة السواد، اللزجة أي اللينة. أطللنا من شفا الطريق على منزل غير بعيد. شفا الطريق أي أحد جانبيها. هرول إلينا وبيده فانوس يلتمع ضوءه ويشحب بلفحات الريح، أي أن الفانوس عندما يلفحه الهواء يضعف ضوءه، فإذا يشحب أي يضعف. حدد من خلال النص. ما هو عنوان النص يا أحبائي؟ عنوانه نخوة لبنانية. أين وجدنا العنوان؟ وجدناه في أعلى النص. ما هو اسم الكاتب؟ اسم الكاتب حسيب عبد الساتر. وما هو مصدر النص؟ مصدر النص تذكر يا سعيد. أين وجدنا اسم الكاتب والمصدر؟ وجدناهما في نهاية النص في الأسفل، فإذا هذه هي حواشي النص. أسئلة في فهم النص. السؤال الأول: أين زجت السيارة؟ نقرأ النص لنبحث عن الإجابة. تحت القلعة التاريخية قلعة نيحة، مزرعة صغيرة معروفة باسم جبلي، زجت سيارتنا عندها في منزلق من الوحول. فإذا زجت السيارة في منزلق من الوحول تحت القلعة التاريخية قلعة نيحة. السؤال الثاني: أستخرج من النص العبارة التي تدل على الوقت. وكنا عائدين من جزين إلى بيروت والوقت مغيب والظلمة تغالب النور، فإذا العبارة التي تدل على الوقت هي: الوقت مغيب والظلمة تغالب النور. السؤال الثالث: متى كان التصاق العجلات بالتربة يزداد؟ وكان كلما أمعن في دفع المحرك ازدادت العجلات التزاماً بالتربة وسرعان ما كان ينطفئ، فإذا كان التصاق العجلات بالتربة يزداد كلما أمعن السائق في دفع المحرك. السؤال الرابع: ماذا حصل عندما نادوا؟ وأطللنا من شفا الطريق على منزل غير بعيد فيه مدخنة تتنفس ملء المتسع، ونادينا: فانتفض رجل مهيب الطلعة وقور المشيب هرول إلينا وبيده فانوس. فإذا عندما نادوا انتفض رجل مهيب الطلعة وقور المشيب هرول إليهم وبيده فانوس. ما كان سؤالهم للرجل؟ وما كان جوابه؟ كان سؤالهم للرجل: هل من سيارة أو هاتف لنعود إلى جزين ونؤمن غدا ما يرفع السيارة الغارقة هذه؟ وكان جواب الرجل: ولم ننتظر الغد لنقوم بما يمكن أن نتمه الآن؟ السؤال السادس:
في أي فصل من فصول السنة جرى الحادث؟ ما العبارات التي تشير إلى ذلك؟ فإذا جرى الحادث في فصل الشتاء، نستخرج من النص العبارات التي تدل على فصل الشتاء، والتي هي الوحول اللزجة، مدخنة تتنفس ملء المتسع، لفحات الريح. ماذا تعلمنا اليوم يا أحبائي؟ قرأنا صور الدرس، تعرفنا مفردات جديدة، تعلمنا قراءة النص بشكل صحيح، أجبنا عن أسئلة حول النص. الوظيفة البيتية، التدرب على القراءة من تحت حتى الآن، قراءة شرح المفردات الجديدة والأسئلة في فهم النص. في رعاية الله يا أحبائي، ألقاكم في القسم الثاني من الدرس.